مسؤولين بقدر يعني صغير لربما ما أخلي مسؤولية كاملة، لكن أنا أكون يعني صريح 100%، المسؤولية الكبرى تتحملها القوى الشيعية. المسؤولية الكبرى تتحملها القوى الشيعية. ليش؟ أصلا دائما يصير التركيز على منصب رئيس الوزراء. منصب رئيس الوزراء هو للأخوة الشيعة. الأخوة الشيعة لحد الآن ما قدروا أن يبنون مؤسسة رئاسة الوزراء. أكو منصب رئيس الوزراء، بس مؤسسة رئاسة الوزراء تدير الحكم حتى بغياب رئيس الوزراء. تعرف حضرتك في الأنظمة الديمقراطية مؤسساتية، المؤسسة هي اللي تدير، ما تتعطل في حال غياب الأشخاص. أي، والشخص في حال تبديله يغير سياسات معينة تعرفها في الأنظمة الديمقراطية، يوجه التركيز على القطاع الصحي أو على القطاع التربوي، زي الضرائب، ينقص ضرائب، استيراد، تصدير. أما مؤسسة الحكم ماشية. فهم أولا بلجيك على ما أكثر أذكر صار عندها في التأخير 6 أشهر أو 8 أشهر بتشكيل الحكومة، مؤسستها بقت ماشية وكلها طبيعية. إيطاليا أكثر دولة أوروبية تعاني من 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 تأخر تشكيل الحكومات الائتلافية، وأيضا أكثر دولة هي بدلت حكومات. 2، آليات انتخاب حتى الرئاسات العراقية 3، مجلس النواب هو ينتخب رئيس الجمهورية وينتخب رئيس البرلمان. يعني ممكن أي عراقي يرشح رئيس جمهورية ويصير انتخابه خارج الإرادة الكردية، وصارت. وممكن رئيس البرلمان تشارك القوى الشيعية في ترجيح كفة هذا أو هذاك، لكن رئيس الوزراء تنتج القوى الشيعية خارج البرلمان وجيب البرلمان جاهز. فهم يتحملون المسؤولية الرئيسية في البلد. الوضع لم يكن في البلد طبعا بأمانة في خلال سنوات لم يكن مثالي، أكو إرهاب وأكو تحدي وأكو مشاكل، لكن كانت محافظات آمنة، كثير من المحافظات كانت آمنة وما بها إرهاب. تعطلت الخدمات، الخدمات تعطلت بسبب سوء الإدارة. الآن يجب التركيز على إصلاح الإدارات وإصلاح أجهزة الدولة. بدون إصلاح أجهزة الدولة البقية كلها كلام ما راح يكون منتج.